في رمضان كلنا بنروح عزايم وبنعزم الناس عندنا، لكن شغلات كثير مالحة على طول اليوم اللي بتأدي في الأخير إن إحنا بيكون عندنا ارتفاع ضغط الدم. طب أنا إيش ممكن أسوي عشان شوية أخفف من ارتفاع ضغط الدم ومن كمية الملح اللي تتزاد؟ أول حاجة لا نتعود نزيد الملح إحنا في أثناء الطبخ على كل خطوة في خطوات الطبخ، نخفف منها، نزيد كمية التوابل اللي إحنا نزيدها، الكمون، الكزبرة، الثوم، البصل، هذه كلها شغلات ممكن تعزز لي النكهات، كمان الليمون تعزز لي النكهات بشكل جدا كبير وتخليني أقلل من استخدامي إلى الملح وبالتالي ارتفاع إلى ضغط الدم لا سمح الله. نحاول نبتعد من إن إحنا نحط الملاحة نفسها على طاولة الطعام أو سفرة الأكل عشان ما نشجع نفسنا إن إحنا نزيد الملح بعد كذا على الأكل، نحاول نشرب كمية موية بكمية جدا كافية على طول فترة الإفطار إلى غاية السحور عشان نخفف برضو من ارتفاع إذا ضغط الدم لا سمح الله اللي ممكن يصير معنا. حاجة إضافية ما ننساها إنه إحنا بعد الفطور من ساعة ونص إلى ساعتين يكون لازم عندنا مجهود حركي، نعمل رياضة بسيطة 20 دقيقة إلى نص ساعة يوميا، برضو هذه حتساعدنا إنه إحنا نخفف من ضغط الدم وارتفاعه في فترة الصيام وما بعد الصيام. ورمضانكم كريم.